أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ في سؤال له: صليت مع يوما مع الإمام وظننت بأنه قد فاتتني ركعة فقمت لقضائها، فلما استويت قائما علمت بأنه لم يفتني شيء من الصلاة ولكنني أكملت الصلاة وسجدت سجود السهو، فهل ما قمت به صحيحا علما بأنني قد أعدت الصلاة احتياطا؟ فهل عملي هذا صحيح؟ عملك هذا غير صحيح، وهو استمرارك في الزائدة وأن تعلم أنها زائدة، ولكن لكونك تجهل الحكم صلاتك صحيحة ولا حاجة إلى الإعادة. أما لو كنت عالما بالحكم وأنه لا يجوز الاستمرار في الركعة الزائدة فإنها تبطل صلاتك، والواجب عليك إذا عرفت أن الركعة زائدة أن تجلس ولا تستمر في الركعة، تجلس تسجد للسهو. نعم.